السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس يا شيخ أنا مخطوبة. نعم. أنا مخطوبة حاليا ومكتوب كتابي ومفروض إن فرحي بعد شهر. إن شاء الله. فإحنا كنا قولي إن شاء الله. إن شاء الله. ها. فإحنا كنا متفقين إن الفرح هيكون إسلامي بدون اختلاط، يعني ممكن في الجامع وخلاص على كده اللي مرضت الله يعني. لكن دلوقتي الكلام اتغير من ناحيته هو يعني، وانه لا الفرح هيبقى عادي وموسيقى ومفيش واختلاط عادي، وانه اول فرحة اهله والكلام ده. هو مصلي هذا الولد؟ مصلي. اه طب ايه اللي جراله يعني؟ هو عايز يفك الزواج وخلاص ولا ايه يعني بالضبط؟ هو ما كانش كده ومصمم جدا جدا يعني، وفي لا مشاكل. هو يتعلل، خلي ممكن يتعلل انه يفض الزيجة بمثل هذا. يعني هل هو مرضي انك تخرجي امام الناس كاشفة انا الوجه والناس مطالب كلهم ان يرون؟ تكوني منتقبه وبزيك الشرعي وكل حاجه، ولكن عشان اهلي وكده. فانا حاليا بقول ان يعني انا لا عفوا بس صبرا، اي شيخ. ما الذي يريده؟ هو يريد الآن ماذا؟ يريد انك تخرجي للناس كل الناس يرونك؟ هو بيقول لي انت منتقبه فالموضوع. ايوه يعني كي تخرجي بنقابك وكل الناس يرونك وزملائه كده. اه بالنسبه له الموضوع دلوقتي عادي، مع ان الكلام من الاول ما كانش كده، بس عشان اهله. ويجيب مزيكا ويجيب كل شيء يعني، ولا ايه؟ موسيقى ومعازف واغاني ايوه موسيقى واغاني قبيحة. واختلاط والكلام ده كله، وانا كنت منع الكلام ده من لا الاول واعلم. توافقي على هذا، ايه يا شيخ؟ لا توافقي على هذا، ايوه انا برضه بقول كده، ولكن كل اللي حواليا مش مستاهله لا وكده. تسمعي كلام اللي حواليك، شيئا لله ووضع خير مننا، فانا مش لا عارفه. لا 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 تسمعي كلامهم، اثبتي على دينك وابدأي حياتك الزوجية بمرضاة الله. تمام، شكرا يا شيخ. الله يسلمك.